نقدر نقول أنه العمل الكبير اللي غادي لصالح أسر ذوي طائفة التوحد وأشخاص ذوي طائفة التوحد في المغرب هو عمل مشترك ما بين جمعية المجتمع المدني وتشتغل في ميدان وبشراكة مع الوزارة الوصية. وزارة الوصية هي وزارة الأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة. كاين الحكومة من خلال وزارة الوصية تقدم واحد الدعم ولو أنه ماشي شي دعم كبير، دعم مادي معنوي للجمعيات الشريكة في الميدان لأساس أنهم يتكفلوا بهذه الوليدات. لكن تبقى كما قلت مسبقا هو أنه عدد الأشخاص ذوي طيب التوحد أكثر من هذه الخدمة اللي غادي تقدمها هذه الجمعيات. هذا هو الإشكال اللي كاين. بالنسبة للجمعيات، جمعية المجتمع المدني تقوم بالدور ديالها ولو أنه أكثر من الدور ديالها بحكم أنها الدور ديالها هو الترافع، تتكلموا على الترافع مجال التوحد وأنه هي المرافقة ديال الأسرة وأنها تدافع الحق ديال الوليد من ذوي طائفة التوحد والبنيته من ذوي طائفة التوحد في الوصول للحقوق ديالها. في حين أنه الملاحظ على أرض الميدان هو أنه جمعية المجتمع المدني هي تقوم بالدور كاملا بحكم أنها بالشراكة ديالها حل أسست فتحت ما يسمى بالأقسام المدمجة في المؤسسات العمومية، أسست مراكز خاصة وتشتغل لأس أنه تحاول نسبيا أنها تدمج الوليدات ذوي طائفة التوحد وأنه حتى هما راه عندهم نفس مشكل قلة الموارد البشرية والتكوين في الميدان. هو كاينين نسبة قليلة باش نكونوا صراحة فيما يخص مجال الثقافة بحكم أنني تشتغل في مجال ديال الثقافة وعندي جوج إصدارات حول التوحد في المغرب، إصدار الأول باللغة الفرنسية والإصدار الثاني بثلاثة ديال اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. هنا خديت المبادرة علاش؟ باسكو تنشوف أنه كاين خصائص في هذا الميدان في المغرب وقلت علاش؟ الإيصال واحد باش نوصلوا الصوت ديال ذوي طائفة التوحد والأسر ديالهم مزيان نشتغلوا ثقافيا خلال إبداعات ثقافية. أنا خديت المبادرة على أساس أنه نقوم بتأليف كتب وعندي كتب حاليا في المغرب، إضافة لفيلم وثائقي إنتاج أمريكي صورناه في المغرب بعنوان ديالو Don't Forget Me on Ugly، لا تنساني. الفيلم الوثائقي تتكلم حول الدمج المدرسي لأطفال ذوي طائفة التوحد من خلال شهادة ثلاثة الأسر المغربية والأسرة ديال المنتجة الأمريكية اللي عندها ولد عنده التوحد. وكنا جات فكرة أنه تنحاولوا جاهدين أنه نوصلوا نقوموا بتحسيس والتوعية. تحسيس الهدف دياله هو التعريف بالتوحد، أعراض التوحد وإخراج الوليدات ذوي طائفة التوحد من المنازل ديالهم حتى أنه المجتمع يعرف أنه راه كاين هذوك الوليدات عندهم قدرات، ذوي قدرات كبيرة، ذوي الهمم، ممكن يقدروا يكونوا مواطنين منتجين وناشطين في المجتمع عكس ما يتم الترويج له أنهم يعانون من إعاقة ذهنية، أنهم غير منتجين اقتصاديا. دونك تيجي المجال الثقافي بالنسبة للجمعيات تقتصر مع كامل الأسف أغلبهم في 2 أبريل اليوم العالمي للتحسيس بالتوحد. هذاك النهار الجمعيات كلشي تخرج كلشي تلبس تولي بالزراق كلشي انه تيبغيو، ولكن تيسالي داك النهار عاوتاني ترجع للمياه المجاريه كما تنقولوا تنسناو العام اللي من بعد. فيما يخص السينما كاين المبادره ديال المخرجين المغاربه اللي مشكورين خداو على عاتقهم انهم تم دمج شخصيه الطفل التوحدي في افلام مغربيه، على الاقل انه من خلال السمع البصري تمكن حتى المشاهد انه يسمع على يشوف التوحد، يشوف بعض الامثله ديال نماذج من اشخاص ذوي طائفة التوحد في المجتمع المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.